مساء الخير يا شباب، معاكم مستر كرولوس. وإن شاء الله النهاردة هنبتدي أول محاضرة في كورس الإدارة. تمام، أول محاضرة دي هتبقى محاضرة سهلة، محاضرة بسيطة. هيعرفنا بس شوية تعريفات، هيعرفك هتاخد إيه في المادة. إحنا هناخد 5 دروس، 5 محاضرات قدام. هما بقى تقسموا مثلا محاضرة على مرتين، محاضرة 3 مرات، زي ما الدكاترة هتقسمها. المهم إن إحنا هنفهم في أول محاضرة أسماء المحاضرات اللي جاية إيه. طيب، احنا الإدارة دي عبارة عن تتابع من المحاضرات، كل محاضرة مبنية على المحاضرة اللي قبلها أو فيها معلومات مبنية على المعلومات اللي قبلها. تمام، فأنت مش هينفع تذاكر مثلا في ليلة الامتحان، فعشان تذاكر قول أنا هذاكر مثلا الأورجنايزنج وهسيب أول محاضرة، مش هتعرف. يبقى أنت لازم تمشي بتتابع الشرح. تمام، طيب احنا هنتكلم على إيه النهاردة؟ هنعرف هاخد أول محاضرة كلها اللي هي الإنترودكشن كلها. تمام، هنحاول إن احنا نبسطها للناس. تمام، فركز معايا عشان المحاضره دي مهمه، دي اول محاضره، فانت لو فهمتها لحد ما انت فهمت الدنيا ماشيه ازاي فخلاص الدنيا تبقى بسيطه معاك. المحاضره بادئه بشويه تعريفات كده في الاول، مبدئيا عشان تكون انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. التعريفات دي هتلاقيها في المحاضره، يعني انت مش هتذاكر تعريفات وكده تخش على المحاضره، لا، انت التعريفات دي جوه المحاضره، يعني انت هتخلص المحاضره تلاقي نفسك بتقرا التعريفات عادي، الدنيا بسيطه وسهله معاك. تمام، انا مش حابب بصراحه ان انا ابتدي بالجزء النظري اللي في الاول، اللي هو من صفحه 3 و4 و5 و6 و7 و8، دول سهلين جدا، انت لو قريتهم هتفهمهم. طب احنا عايزين نبتدي بالجزء اللي فيه فهم شويه. طب الجزء اللي فيه فهم شويه نبتدي من صفحه كام؟ من صفحه 9 لما بعد، هنخلص من صفحه 9 لاخر المحاضره ونرجع ناخد الجزء الصغير ده في الاول. تمام، طيب انترودكشن دو مانجمنت، مقدمه في الاداره. طيب، هل في اختلاف ما بين كلمة administration وكلمة management؟ هل في اختلاف ما بين كلمة administration وكلمة management؟ بالعربي، بالعربي الاتنين معناهم إدارة. بالعربي administration management يعني مدير إدارة. طيب، هل في الإنجليزي أو هل في مبدأ الإدارة هل الاتنين بيختلف؟ يختلف؟ قال لك الاتنين كلمتين دول مختلفين. طب بيختلفوا عن بعض في إيه؟ قال لك الادمنستريشن لازم حضراتي هحط الهرم بتاعنا. تمام، هرم الاداره ده هيتحط قدامك اهو، انت شايفه بعينك. في حاجه اسمها التوب ليفل. التوب ليفل مين التوب ليفل دول؟ هم الادمنستريشن او اللي هم اسمهم بورت اوف دايركتور، هم دول مجلس الاداره بتوع المستشفى. احنا هنتكلم عن المستشفى، الاداره في جوه المستشفى. تمام، يبقى مين مجلس الاداره؟ مين هما؟ حط جنب كلمه توب ليفل مانجمنت، هما مجلس الاداره. هما مين؟ مجلس الاداره بتوع المستشفى، هما البورد اوف دايركتور. هما مين؟ البورد اوف دايركتور. طيب خش بقى، طب هما يبقى كده اتكلمنا ان الادمنستريشن او البورد اوف دايركتور موجودين فين؟ في التوب ليفل. هنعرف ليهم وظيفه ايه دلوقتي. طيب مين هم الناس الميدل والناس الفيرست؟ قال لك الناس الميدل هو المدير التنفيذي، المدير التنفيذي في المستشفى. مش لاقي في المستشفى حاجه اسمها مدير تنفيذي؟ هو ده الميدل ليفل مانجمنت، او اللي هم رؤساء الادارات. رؤساء الاداره، يبقى اول واحد اسمه بورد اوف دايركتور اللي هم مجلس الاداره، تاني حاجه رؤساء الادارات. رؤساء الادارات او المدير التنفيذي. ايه المدير التنفيذي ده؟ او اسم تاني ليه اسمه اكسكيوتيف، اسمه ايه؟ اكتب جنبها كده في الكتاب عندك صفحه 10 اهو، الميدل ليفل مانجمنت، اكتب جنبها اكسكيوتيف. هو ايه؟ هو الاكسكيوتيف، هو المدير التنفيذي. هنا بياخد، طب واحده واحده عشان هنعرف هو وظيفته ايه كمان شويه. طب الفيرست ليفل مانجمنت دول اكتب جنبها كده الخط الاول، هم الفرونت لاين مانجر او الاوبريشن لاين مانجر. الاوبريشنال مانجر، يبقى الفيرست لاين مانجر هما مين؟ هما حاجتين. الخط الاول هما حاجتين اسمهم كده فرونت لاين مانجر، مش موجودين عندك في الكتاب لازم تكتبهم، فرونت لاين مانجر واوبريشنال مانجر. طيب ايه هو بقى التوب ليفل والميدل والفيرست؟ زي ما احنا قلنا ادمنستريشن او الناس الادمنستريشن دول هما مجلس الاداره، هما مديرين المستشفى، هو مدير المستشفى ده التوب ليفل، ده مجلس الاداره التوب ليفل، هما البورد اوف دايركشن. طب دول وظيفتهم ايه؟ دول بيحطوا الخطط والاهداف اللي انا عايز اوصل لها. يبقى هم اللي بيضعوا الجولز، بيضعوا الفلسفه بتاعت المكان، بيضعوا البوليسز
هتيجي مواعيد الشفتات امتى، السالري قد السالري قد ايه، لو حد مثلا غاب مثلا يوم من غير ما ياخد من غير ما ياخد من غير اذنه من غير بديل خصمه 3 ايام، مين اللي حاطط السياسات ديت؟ اللي حاطط السياسات دي هم الناس الادمنستريشن، الناس اللي هم توب ليفل، هو مجلس الاداره. يبقى اللي حاطط السياسات، اللي حاطط الفلسفه بتاعت المكان، اللي حاطط الاهداف بتاعت المنظمه هم الدايركتور، هم البورد اوف دايركتور، هم التوب ليفل، هم الادمنستريشن. طيب المانجمنت بقى، المانجمنت دول هم الميدل والفيرست لاين. طيب دول بقى وظيفتهم ايه؟ بيعملوا ايه؟ وظيفتهم ايه في المستشفى؟ دول بقى طبعا المدير مش هينزل من المكتب بتاعه، تمام، اللي هم الادمنستريشن او التوب ليفل، هو حط الاهداف وتعب ان هو يحط الاهداف، طبعا لازم حد ينفذها، لازم حد يشرف على تنفيذها. مين دول بقى الميدل لاين او الفيرست ليفل؟ دول اللي بياخدوا الفلسفه، او اللي بياخدوا دول اللي بياخدوا الفلسفه اللي حطاها الادمنستريشن ليفل او التوب ليفل، او بياخدوا الجولز او البلان، تمام، ياخدوها ويترجموها، يعملوها عمليه اسمها ترانسليتنج، يترجموا الفلسفه اللي حطاها الادمنستريتيف والجولز والبلان، ياخدوها يعملوا فيها ايه؟ ينفذوها على ارض الواقع، ينفذوها على ارض الواقع، تمام، ياخدوا الفلسفه وياخدوا الاهداف وياخدوا الخطط اللي عاملاها التوب ليفل اللي هم الادمنستريتيف، ويبتدوا ان هم يطبقوها على ارض الواقع باستخدام الريسورسز المتاحه ليهم. انا هطبق بس على حسب الريسورس الموفر لي، الريسورس كتير هطبق باعلى جوده، باعلى جوده. طب ما فيش ريسورسز، لا انا هشتغل على حسب الريسورس المتاحه ليك، تمام، by controlling individual responsibility and activity، من خلال برضو ان هم ايه بيشرفوا على الناس اللي شغالين برضو. يبقى هم مين؟ هو المدير التنفيذي. خلاص، يبقى المدير التنفيذي ده بياخد الخطط والاهداف اللي حاططها التوب مانجر، تمام، او التوب ليفل مانجمنت اللي هم البورد اوف دايركتور، ويبتدي ان هو ينفذها على ارض الواقع ويشرف على تنفيذها، ويشرف على تنفيذها. طيب لو هنتكلم يبقى احنا عرفنا ان توب ليفل هم البورد اوف دايركتور، ميدل ليفل هو الاكزيكيوتيف او المدير التنفيذي، الفيرست لاين ليفل او الفيرست ليفل مانجمنت هم الفرونت لاين مانجر او الاوبريشنال مانجر. طيب لو بنتكلم كمستشفى، مين مستشفى، مين هو التوب ليفل؟ هو البورد اوف دايركتور، هو مجلس الاداره. طيب مين الميدل ليفل؟ الميدل ليفل هو رؤساء الادارات، هو رؤساء الادارات. طب لو مشرفه التمريض بتاعت المستشفى كلها، مشرفه التمريض بتاعت المستشفى كلها كجوه الهرم بتاع المستشفى، هرم المستشفى هي موجوده في التوب ليفل ولا في الميدل ليفل؟ هتقول لي موجوده في الميدل ليفل. ليه؟ لان هي رؤساء اداره، رئيسه هيئه التمريض في المستشفى. تتحط فين؟ تتحط في الميدل، الميدل ليفل مانجمنت، تمام، هي بتاخد السياسه اللي حطاها البورد اوف دايركتور، بتاخد الاهداف اللي حطاها البورد اوف دايركتور، وتبتدي تنفذها على ارض الواقع وتشرف على تنفيذها. دي بقى كده مين؟ نيرسينج دايركتور بالنسبه للمستشفى كلها، هي ايه؟ حد في الميدل ليفل. طيب في الفيرست ليفل في المستشفى كلها هم مين؟ هم رؤساء الاقسام، رئيس قسم الطوارئ، مش عارف رئيس قسم مش عارف ايه، ده رئيس القسم او رئيس الوحده اسمه يتحط فين؟ في الفيرست ليفل، في الاوبريشنال مانجر، في الفرونت لاين. خلاص، طب لو هنتكلم على تمريض، كتمريض في قسم التمريض او كهيئه التمريض في المستشفى، مين هو التوب ليفل؟ اكيد النيرسينج دايركتور، مديره التمريض في المستشفى هي الايه؟ النيرسينج دايركتور. فين؟ في كتمريض، تمام، يتحط فين؟ في التوب ليفل كتمريض، النيرسينج دايركتور هي التوب ليفل. مين اللي تحتها؟ اللي تحتها السوبرفايزر، تمام، او الاسيستنت. طب مين في الفيرست ليفل؟ الفيرست ليفل هيبقى مين؟ الهيد نيرس، رئيسه الوحده، تمام. ده كده اتكلمنا على مستشفى واتكلمنا على قسم التمريض في المستشفى. خلاص، طيب خش بقى على التعريفات بقى اللي احنا قلنا هنسيبها في الاول دي وهنرجع لها، صفحه 2 واحده واحده معايا. ايه هي الادمنستريشن؟ الادمنستريشن اللي هما مين الناس الادمنستريشن دي؟ الناس اللي بتحط الجولز، ديترماين جولز، تحدد الجولز والاوبجكتيف والبوليسز والبلان. يبقى الناس اللي بتحط الحاجه، بتحط الجولز، بتحط السياسه، بتحط الخطه، بتحط الهدف بتاع المنظمه ديت.
خلاص يبقى هما مين؟ هما الادمنستريشن وبيحطوا الجولز زي ما فهمنا. خلاص طب المانجمنت، المانجمنت ده هو اللي بيعمل ايه؟ بينفذ، بيبتدي ان هو يترجم الخطه اللي حطاها، بيعمل ترانسليتنج للخطه اللي حطاها الادمنستريشن ويبتدي ان هو يعمل لها ايه؟ تنفيذ. يعني ايه كلمه تنفيذ؟ يعني اكسكيوجن، تنفيذ الخطه من خلال ايه؟ من خلال دايركشن، جايدنس للبيرسونيل، اند استخدام الامثل للريسورسز. عشان احقق الجولز بتاعي لازم استخدم الريسورسز بمثاليه، فاقصى حاجه عندي احاول انا ما اهدرش في الريسورسز بتاعتي كده، انا هبتدي انا احقق الهدف بتاعي. يبقى المانجمنت بيعمل يعني كلمه السر في المانجمنت في التعريف بتاعها هي كلمه اكسكيوشن، كلمه ايه؟ تنفيذ، تنفيذ الخطه. يبقى مين بينفذ الخطه؟ هو المدير التنفيذي، هو المانجمنت. بحط على كلمه اكسكيوشن دي مهمه جدا جدا جدا، تنفيذ الخطه من خلال دايركشن جايدنس للبرسونيل. يبقى هيعمل حاجتين، بالنسبه للاشخاص هيعمل لهم جايدنس ودايركشن، بالنسبه للريسورسز هيستخدمها اوبتيمم ايه؟ اوبتيمم يوز ذا ريكوايرد ريسورسز. خلاص. طيب في بقى زي ما احنا قلنا في المحاضره دي هناخد اسماء المحاضرات، هناخد محاضره اسمها بلاننج وorganization، ومحاضره اسمها اسامبلنج ريسورسز، ومحاضره اسمها دايركتنج، ومحاضره اسمها كنترولنج. تمام. هو هنا هنا زي ما احنا قلنا في الكورس ده هنبتدي ناخد تعريف اللي هو زي ما احنا قلنا عشان تخش في محاضره الاورجنايزنج لازم يكون فيها محاضره البلاننج، لان محاضره الاورجنايزنج معتمده على محاضره البلاننج في حياه الترتيب. فالاداره عشان يبقى عندك اداره كويسه يبقى لازم يبقى فيها اليمنت، اليمنت اوف ادمنستريشن او اليمنت اوف مانجمنت. ايه هي الاليمنت؟ ايه العناصر بتاعت الاداره؟ اول حاجه عشان تعمل اداره لازم تكون مخطط كويس، تكون ايه؟ مخطط كويس. عشان يبقى عندك اداره لازم تكون مخطط كويس. تمام. يبقى تعريف اداره، تعريف التخطيط، التخطيط حاجه انا مخطط ليها قبل كده. ان ادفانس، كلمه ان ادفانس دي هي كلمه السر بتاعت البلانينج. تعريف البلانينج هي ان ادفانس، حاجه محدد لها مسبقا. طب انا محدد مسبقا انا عايز ايه؟ وات شود بي دو، وات شود بي دون، وات شود بي دون، انا عاوز ايه؟ مين اللي هيعمل ده؟ هيعمله فين؟ هيعمله امتى؟ هيعمله ازاي؟ يبقى البلانينج حاجه محدد لها مسبقا. يبقى يجيب لك في الامتحان ان ادفانس اختار بلانينج وش، مفيش اي كلام. يبقى ان ادفانس حاجه محدد لها مسبقا، بلانينج انا عايز ايه؟ وات شود بي دون، هاو، وين، وير، هو، مين اللي هيعمل الكلام ده؟ خلاص. يبقى اول حاجه عشان عندي اداره لازم اكون مخطط الحاجه دي كويس جدا. تاني حاجه التنظيم، انظم، انظم الاكتيفيتي، ابتدي انظم الانشطه ديت. تمام. ودي مهمه جدا، لازم انظم الانشطه واوزع المسؤوليات، اوزع المسؤوليات على الناس. تمام. ودي هناخدها التعريف ده وهنفهمه كويس جدا لما نوصل للاورجنايزنج. يبقى اول حاجه في البلاننج اورجنايزنج، خلاص انا فهمت حاجه محدد لها مسبقا. الاورجنايزنج انا بدي ان انا انظم الانشطه وانظم الاكتيفيتي واوزع المسؤوليات على الناس. والاسيرتي ريسبونسابيلتي هنفهمها 100% بس قدام شويه. تمام. اسيرتي ريسبونسابيلتي يعني عشان تدي شخص مسؤوليه لازم تديله سلطه، اكيد مش هينفع تدي شخص مسؤوليه ان هو يحط لك جدول للناس وانت مش مديله اصلا سلطه. يعني هيروح يقول لحد قول لي جدولك ايه، عايز تاخد مثلا بكره سهر بعد سهر، اقول لك انت مالك، هو انت المدير، هناخد رايي، هناخد قراري، هاخد هقول رايي للمدير، انت مالك. يبقى ما ينفعش تدي حد سلطه، مش هتعدي مسؤوليه يعمل لك حاجه هو معهوش السلطه. دي يعني فهمها 100% في الاورجنايزيشن او في الاورجن، سوري، في الاورجنايزنج مش اورجنايزيشن، في الاورجنايزنج. تمام. اسامبلنج ريسورسز، تجميع الموارد، ريسورسز تجميع الموارد بتاعتي اللي هي ايه؟ مان باور، ناس تشتغل، وفيزيكال ريسورسز اكيد، يعني ما مش فيش حاجه غيرها. تمام. اللي هو توفير الموارد، واللي هي الموارد اللي هي ايه؟ مان باور وفيزيكال ريسورسز. يعني جاب لك كلمه اسامبلنج ريسورسز يبقى مان باور فيزيكال ريسورسز. خلاص. طيب طيب انا دلوقتي بقى عندي خطه، حاطط خطه ونظمت الخطه بتاعتي وتوزعت المسؤوليات على الناس وجمعت الموارد، هعمل ايه؟ هبتدي ان انا انفذ، هبتدي ان انا اعمل ايه؟ تنفيذ. طب ما هو تنفيذ، ما تقول لي امبلمنتيشن، ما تقول لي امبلمنتيشن. امبلمنتيشن يعني تنفيذ، زي ما قلنا في فاكرين النيرسنج بروسيس قلنا بلاننج وامبلمنتيشن. طب ما تقول لي هنا امبلمنتيشن، ليه قلت لي دايركتنج؟ عشان هنا في الاداره، اداره بيقول لك دايركتنج اللي احنا هنفهمها ان هي ايه؟ امبلمنتيشن يعني تنفيذ على ارض الواقع. هي هنا عمليه ببتدي اوجه الناس، اوجه الناس للاستخدام الامثل للموارد، استخدام الامثل للموارد
لتحقيق الاهداف اللي انا حاططها في اول ايه الهدف اول خطوه. يبقى دايركتنج اللي هي الامبلمنتيشن او اللي هي جايدنس توجيه الناس. يبقى هي عمليه كونتينوس تاسك اوف ميكينج كونتاكت ويز اللي انا اعمل تريننج اديهم اوردرز اعمل لهم موتيفيشن. يبقى هنا في عمليه التنفيذ او عمليه الامبلمنتيشن ببتدي ان انا امرن الناس واحفزهم على ده ان هم يعملوا الحاجه دي. خلاص اخر عمليه معايا هي عمليه الكنترولينج. كلمه كنترولينج بتساوي كلمه ايفالويشن. دي كنا بنقولها في النيرسينج بروسيس كتمريض وكده، لكن هنا كاداره هنقول كنترولينج. يبقى كلمه كنترولينج هي بتساوي كلمه ايفالويشن تقييم. خلي بالك بقى في الحته دي، عشان دي مهمه جدا. التقييم او الكنترولينج او الايفالويشن بيحصل في كل عمليه من اللي فاتوا. يعني البلانينج، خلصت البلانينج اعمل لها ايفالويشن، اعمل لها كنترول، اعرف هل انا اشوف هل انا حققت الهدف بتاع البلانينج في مرحله البلانينج، اوصل للاورجنايزنج، هل انا اعمل ايفالويشن برضو اعمل كنترولنج، يعني واشوف هل انا عملت اورجنايزنج بطريقه صح. طب لو انا عملت اورجنايزنج بطريقه غلط هرجع اعمل بلانينج من الاول وجديد واعمل اورجنايزنج صح. تمام. يبقى عمليه الكنترولنج او عمليه الايفالويشن دي عمليه مستمره معايا في كل مرحله من اللي فاتوا. يبقى عمليه الكنترولنج هي عمليه او هي فانكشن اوف اول ليفل اوف مانجمنت، فانكشن اوف اول ليفل، في كل ليفل من المانجمنت البروسس اللي قلناها اللي فاتت دول هي الكنترولنج معايا. يبقى كل مش بتحصل في اخر مرحله بس واعمل ايفالويشن وخلاص، لا ده انا بعمل ايفالويشن في كل مرحله من اللي فاتوا. تمام. يبقى هنا في الايفالويشن او كنترول بتاكد ان الريسورسز ار يوزد افكتيف اند افيشنس. تمام. عشان احقق الاهداف بتاعه المنظمه. تمام. هل الكنترولنج از بلايند، اعمى، بعمل ايفالويشن بطريقه عمياء؟ اكيد غلط، اكيد غلط يعني. تمام. خلي بالك كنترولنج مرتبطه ببلاننج. يعني انت لو انت وصلت مرحله الريسورسز وعملت كنترول او عملت ايفالويشن لقيت الدنيا بايظه معاك، بترجع تعمل بلاننج من الاول وجديد، او بلاننج للريسورسز، بتخطط للبلاننج تاني، بتعمل تخطيط للريسورسز وتعمل لها بعد كده ايه ايفالويت التاني. تمام. بعد كده انا حابب ان انا اتكلم عن البرينسيبلز اوف مانجمنت، مبادئ الاداره. في كام مبدا الاداره؟ قال لك بصراحه عندي 14 مبدا عشان يبقى عندي اداره صحيحه او اداره كويسه في المكان او في المستشفى، لازم اكون ماشي على ال 14 مبدا دول. تمام. المبادئ دي لازم تكون فليكسيبل، يعني مرنه. تمام. اول مبدا هو ديفيجن اوف ورك. قال لك عشان يبقى عندك اداره كويسه، لما يبقى عندك مهام كتير لازم توزع المهام دي على الناس، توزع المهام دي على الناس ما تشيلهاش لوحدك. يعني تعمل ايه اول حاجه في ديفيجن اوف ورك؟ تعمل بريكنج داون ا داسك انتو كومبوننت، توزع تكسر المهام او تكسر المهمه دي لايه لبعض الكومبوننت. تمام. اتنين، تعمل تريننج، تعلم الناس ديت ازاي يستخدموا ازاي يعملوا التاسك ديت. ليه؟ عشان الناس دي لما تقدم معاك تبقى ناس سبيشاليز، ناس سبيشال في المهمه ديت، ناس تعمل المهمه دي بطريقه سبيشال زي ما انت عاوز بالظبط، اكنك انت اللي بتعملها. يبقى اول حاجه تعمل بريك داون للتاسك لشويه كومبوننت كده، وانت خلاص وزعت المهام على الناس تروح تمرنهم برضو، ما تسيبهمش كده يعملوا مع نفسهم، لا ده انت المدير، ده انت تروح تقف معاهم وتشوفهم بيعملوا ازاي وتعلمهم. عشان اكنك انت لما تعمل مثلا تعلم 10، اكنك انت ال10 دول انت بتشرف عليهم وتعلمهم ان هم ازاي، تعمل لهم تريننج عشان يبقوا سبيشالايزد ان سبيشال ديوتيز. تمام. ثلاثه، تعمل تحط الاكتيفيتي بتاعت، تعمل بوتينج الاكتيفيتي ان سيكونس. يعني ايه؟ يعني تحط الاكتيفيتي مع بعض ريليتد مع بعضها، يعني الاكتيفيتي اللي مع بعضها تحطها مع بعضها كده. تمام. في سيكونس يعني في تتابع كده مع بعضها. تمام. يبقى تحط الايه الاكتيفيتي ان سيكونس سو وان بيرسون ايفورت بيلد. تمام. يبقى اول حاجه ديفيجن اوف ورك، يعني تبتدي انك تكسر المهمه دي شويه كومبوننت توزعها على الناس، تبتدي انك تعمل لهم تريننج للامبلوي عشان يصبحوا سبيشاليز ان سبيشال ديوتيز، تبتدي انك تحط الاكتيفيتي في سيكونس مع بعضها حتى لو شخص واحد بس اللي يعملها. تمام. عشان تكون متاكد ان الحاجه دي بتحصل بطريقه ايه كفء. تمام. كمل الاثوريتي اند ريسبونسابيلتي. بص يا باشا، الرقم 2 دي الاثوريتي اند ريسبونسابيلتي دي 100% جايه في الامتحان، وش على طول
تعريف الريسبونسابيلتي وتعريف الريسبونسابيلتي 100% جاي في تحليل الميد تيرم، والدكتور قال كده في المحاضره. تمام، فركز معايا بقى. الريسبونسابيلتي دي يعني انت، من هديك مثال زي ما قلنا في الاول، مثال بتاع المدير او اللي هو مثلا اللي ماسك القسم قال لواحد عايزك تلم لي تعمل لي جدول للنبطشيات. تمام، فالواحد ده راح عند الناس، هل هو الشخص اللي راح ده مدير؟ مش مدير. فقال لهم يا جماعه انا هعمل الجدول، قولوا لي ايامكم ايه. احد قال له انت مالك، انتكش دعوه، انا هتكلم مع المدير. هو بيعمل، واحد قال له انت اصلا انت مين ليه؟ ان هو اعطى له مسؤوليه، اعطى له ريسبونسابيلتي، بس ما اعطاهوش السلطه ان هو يعمل كده يعني، او ما اعطاهوش قدام الناس ان هو يبقى يقول لهم. هو لازم عشان يدي حد، يدي المدير، يدي لشخص ريسبونسابيلتي، لازم يكون قصادها اوثوريتي او سلطه بكميه كافيه. يعني ايه يعني اوثوريتي بقى؟ اوثوريتي يعني رايت تو تيك فاينل ديسيجن، يعني تاخد انت الشخص اللي عنده اوثوريتي ده هو الشخص اللي بياخد ايه الفاينل ديسيجن، اللي هو القرار النهائي، ويبتدي ان هو يحاسب الناس لو عملوا غلط. لو هو راح عند الناس لو عاملين حاجه غلط يسالهم انتوا اتعملتوا، يقعد يتساءل مع يعني يقول لهم انتوا عملتوا الحاجه دي غلط ليه. يبقى تو اكت، او يبقى ياخد فعل، او ياخد رد فعل، ياخد فعل للناس لو عملت حاجه غلط. مين الشخص ده؟ الشخص اللي معاه السلطه، يبقى هو اللي ياخد الفاينل ديسيجن، هو اللي بيسال الناس على افعالهم. تمام، كوماند اكشن اوف اذر، تسال الناس على افعالهم، ده الشخص اللي معاه السلطه. خلاص، يعني ايه بقى ريسبونسابيلتي؟ ريسبونسابيلتي هي اوبليجيشن انفولفد وين وان اكسبت اند اساين. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هي الالزام، هي يعني ايه obligation اصلا؟ يعني الزام، بمجرد انك انت تقلك هتعمل كذا هتعمله، خلاص اصبحت انت ملزم انك تنفذه. وفي نفس الوقت لازم يكون معاك السلطة زي ما احنا قلنا في الاول، عشان انك تقدر تقوم بالعمل ده وتنفذه لازم يكون معاك ايه؟ الاثوريتي، لازم يكون معاك الاثوريتي الكافية. يبقى يعني كلمة responsibility حط جنبها obligation على طول في دماغك، دي سؤال من الترم، سؤال دي حفظ زي اسمك وتفهمها. responsibility هي obligation، يعني يعني تعمل لك الزام، انت ملزم، ملزم انك ايه تنفذ هذه الاساينمنت، تنفذ الايه الاساينمنت ده. خلاص، بيجي يقول لك الاثوريتي، يجب تفويض الاثوريتي ديت اللي هي ديليجيتد يعني الاثوريتي للناس اللي هي تقدر تتحمل المسؤوليه، الناس اللي عندها القدره ان هي تقدر تتحمل to assume commensurated responsibility، الناس اللي عندها الايه، الناس اللي عندها قدره ان هي تتحمل المسؤوليه، ما تديش السلطه لاي حد. تمام، ده كده بالنسبه للاثوريتي والريسبونسابيلتي. بعد كده فكرت سيبلين بقى اللي هي القواعد، دي ترجمها كده بالعربي، يقول لك القواعد، القواعد على فكره القواعد هي ملزمه للجميع، الجميع لازم يمشي على القواعد، مش عشان انا بحب مثلا كرولوس فخلاص انا هقول له ما انت معفى من القرار ده، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. القواعد الرولز لازم تمشي على الكل. تمام، يبقى الوركر لازم ان هم يعملوا ايه؟ يلتزموا بهذه القواعد اللي حطها المنظمه ديت. تمام، ولازم يكون عشان يكون في كود ديسيبلين، يكون في قواعد كويسه صح، لازم ناتجه من ايه؟ ناتجه من افكتيف ليدرشيب، افكت من ايه؟ من قائد، من قائد فعال، قائد كويس. تمام، طيب بكده نخش في حاجه اسمها يونيتي اوف كوماند. يونيتي اوف كوماند مصدر الدايركشن يكون واحد بس، يعني مصدر واحد، ان يعني انا شغال واحد يجي يديني قرار، لا هو واحد بس اللي هيديني قرار، هو المدير بتاعي. المدير اللي هو السوبيريور هيدي قرار، هيدي مين اللي هيستقبل القرار ده؟ الامبلوي اللي هو انا، انا الموظف هستقبل قرار من مين؟ من المدير اللي هو السوبيريور. يبقى عرفت تحفظه شبه اسمك، شبه اسمك بالملي. يونيتي اوف كوماند، يونيتي اوف كوماند مصدر الدايركشن يكون واحد بس. يعني ركز معايا، الامبلوي، الامبلوي الموظف هيستقبل الدايركتيف من مين؟ من السوبيريور. هيستقبل القرار من مين؟ من السوبيريور. خلاص، طب لو استقشن اللي هو لو استقبل القرار من كذا سوبيريور هيحصل فيه ايه؟ هيحصل كونفيوجن، هيحصل هيرتبك، هيحصل لك كونفليكت. تمام، فبالتالي اي يونيتي اوف كوماند، يعني كلمه يونيتي اوف كوماند يعني مصدر الدايركشن من اتجاه واحد بس، من شخص واحد بس. تمام، لان احنا عارفين مركب سايقها اتنين هتعمل ايه؟
مركب باتنين ريس تغرق، يبقى الامبلوي هيستقبل القرار من مين؟ من السوان سوبيريور. ليه؟ لان لو استقبله من كان سوبيريور هيحصل كونفيوجن وكونفليكت. ده اليونيتي اوف كوماند. طب كلمه يونيتي اوف دايركشن اتجاه، يبقى هتعمل سهم على كلمه يونيتي اوف كوماند وتعمل لها سهمين كده. اكتب كده معايا، سهمين عند يونيتي اوف كوماند، امبلوي سوبيريور، امبلوي سوبيريور. لكن يونيتي اوف دايركشن اكتب كده زي ما بقول لك جروب مانجر، سهم جروب وسهم مانجر. يعني ايه اللي انا بعمله ده؟ يونيتي اوف كوماند يعني اتجاه واحد. يعني ايه؟ يعني مجموعه في المنظمه ليها اورجانيزيشن اكتيفيتي، المجموعه اللي ليها اورجانيزيشن اكتيفيتي لازم يكون ليها نفس، سوري، المجموعه اللي يعني كذا مجموعه ليها اورجانيزيشن اكتيفيتي لازم يكون ليها نفس الاوبجكتيف. سوري يا شباب، معلش، مجموعه الاورجانيزيشن اكتيفيتي اللي ليها نفس الاوبجكتيف، يعني مجموعه الناس اللي ليها نفس مجموعه، اما في كذا مجموعه عندي ليها نفس الاهداف على تحقيقها، لازم كلهم يتوجهوا من نفس المانجر. تمام؟ يبقى يونيتي اوف كوماند، كوماند يعني امبلوي، موظف بياخد القرار بتاعه، بياخد بيستقبل القرار بتاعه من مين؟ بيستقبل الاتجاه بتاعه من السوبيريور، من وان سوبيريور. لكن يونيتي اوف دايركشن يعني اتجاه، اتجاه واحد. يعني لو في ما عندي كذا مجموعه كلهم ليهم نفس الاتجاه، كلهم ليهم نفس الاتجاه من مين؟ من مانجر واحد. يبقى الجروب مانجر، يبقى دايركشن يونيتي اوف دايركشن. لكن يونيتي اوف كوماند امبلوي سوبيريور. يعني ايه امبلوي سوبيريور؟ يعني الموظف يستقبل القرار من وان سوبيريور. لكن الدايركشن الجروب، الجروب ليهم كذا جروب، يبقى ليهم اتجاه واحد، جروب اوف اورجانيزيشن اكتيفيتي ذات سيم اوبجكتيف، اللي ليه نفس الاهداف، لازم كلهم يستقبلوا كنترول باي مانجر واحد، باي مانجر واحد. خلاص تمام. بعد كده رقم 6 اللي هي السب اوردينيشن اوف انديفيدوال تو جنرال انترست. يعني ايه؟ يعني ضع المصلحه العامه بتاعت المؤسسه تبقى اهم من المصلحه الخاصه بتاعتك. يبقى ذا اوفرال انترست اوف ذا اورجانيزيشن، تحط المصلحه بتاعت الاورجانيزيشن تكون مور اعلى من ايه؟ من الانترست اوف اني بيرسون، عن اي مصلحه بتاعت اي شخص تاني او مصلحتك الشخصيه انت. يبقى ضع المصلحة العامة تفوق أو تبقى أعلى أو أهم من المصلحة الخاصة، اسمها subordination of individual to general interest. تمام؟ من خلال إنك هتعمل fair، عدل بين المانجمنت and the employee، إن تكون المديرين أصلا، المانجر يكون مثال جيد للعمال أو للناس اللي شغالة، constant supervision يعني يعني الإشراف المستمر على المنظمة. تمام؟ ضع المصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة، اللي هو subordination of individual to general interest. سبع حاجة بقى، وهي remuneration of personnel. يعني إيه remuneration of personnel؟ يعني إنك هتدي مثلا عندك ناس عمال شغالين، الامبلوي ده لازم تكون أنت fair معاهم، fair في السالري. يعني ايه في السالري؟ يعني تديني مرتب انف ويكون مناسب للتاسك اللي هو بيعملها. تمام؟ وما تزودش حد وتيجي على حد، تكون شخص عادل. تكون يبقى هنا الريورد سيستم، مبدا او نظام او مبدا المكافاه يكون فير، يكون فير، ما تديش حد وتيجي على حد تاني. تمام؟ 8 السنتراليزيشن والديسنتراليزيشن. يعني عشان بص، سنتراليزيشن ديسنتراليزيشن دي يعني بص هتفهمها يعني هتفهمها زي الفل في محاضره الاورجانيزيشن، لكن هنا هناخد بس يعني ايه هم يعني ايه. تمام؟ سنتراليزيشن يعني المركزيه. يعني ايه المركزيه؟ يعني مثلا مثال مشرفه التمريض بتاعه المستشفى كلها، اللي هي تبقى تعتبر مين؟ تعتبر النيرسينج دايركتور، قالت ان مفيش ولا مدير قسم ياخد قرار غير لما يرجع لي، اذا كان القرار ده حاجه صغيره او حاجه كبيره ما ياخدش قرار غير لما يرجع لي انا. دي كده سنتراليزيشن. كده سنتراليزيشن، المدير خلى كل القرارات النهائيه عنده هو. طب ايه ديسنتراليزيشن؟ النيرسينج دايركتور قالت للسوبرفايزر انت ممكن تاخد قرار، ممكن تاخد فوضته. يبقى كده التوب ليفل بتاع التمريض اللي هي النيرسينج دايركتور قالت للسوبرفايزر اللي هو الميدل، او قالت مثلا الهيد نيرس
خدوا قرار فوضتهم ان هم ياخدوا قرار في البوزيشن بتاعهم، في البوزيشن على حسب كبوزيشن بتاعهم جوه الحتة بتاعتهم، بس ما يتعدوش حدودهم، يعني القرار بتاعهم ما يتعداش البوزيشن بتاعه. خلاص دي فرق من السنتراليزيشن ودي سنتراليزيشن. تمام. تشين اوف كوماند اللي هو سلسلة الاوامر، دي برضو هنبصوا يعني هتفهموها زي الفل. انت لو صفحة 48 تقريبا، صفحة 41 تمام، هتلاقي سلسلة الاوامر كلها بتاعت المستشفى كلها. تمام. فسلسلة الاوامر دي معناها ايه؟ organizational chart، اكتب جنبها كده organizational chart. هنا بتعرفك مين يدي اوامر لمين، مين يدي اوردر لمين، مين يبعت ريبورت لمين. وركز في الحتة دي، يبقى مين اللي هيدي الاوامر؟ الدايركتور، نيرسينج دايركتور هيدي امر للسوبرفايزر، ده المدير بتاعه. طب مين اللي هيبعت كده لما السوبرفايزر يخلص المهمة بتاعته؟ هيبعت ريبورت تقرير لمين؟ الدايركتور، يقول له انا عملت كذا ايه رأيك. فهمنا الحتة دي؟ يبقى تشين اوف كوماند هو مانجر، المانجر المدير بيكون فوق وتحتيه بقى باقي المنظمة وهكذا. مثلا السوبرفايزر مدير الهيت نيرس، فهو اللي هيدي الايه القرار، هو اللي هيدي ايه القرار، ولكن الهيت نيرس هتعمل ايه؟ ترجع له تدي له ريبورت على الحاجة اللي عملتها. يبقى دي اسمها chain of command او ايه الكوميونيكيشن بتاع المنظمة، بيفهمك المنظمة دي ماشية ازاي، وفي كذا شكل من الorganization chart عايز تشوفهم موجودين في صفحة 40 كده كده هناخدهم. تمام. الاوردر هو النظام، هو النظام ان انا احط place for everything or everyone and everything is in its place. يبقى تحط كل حاجة في مكانها الصح، حط كل حاجة في مكانها الصح، المكان الصح في الوقت الصح. رقم 11 وهي الإكويتي. إكويتي هي المساواة، المساواة في كل حاجة بقى، المساواة في التعامل، المساواة في المرتب، المساواة في كل حاجة. يبقى يعني dealing with subordination، تعامل مع الناس اللي شغالة by equity and kindness، تكون كده شخص لطيف وانت تتعامل مع الناس، ويكون شخص عندك مساواة، هتعامل زي ما بتعامل المدير زي ما تعامل العامل بنفس المساواة. حاول تعامل الناس بطريقة لطيفة، مش تيجي تعامل مدير حلو وتيجي قدامك عامل او حاجة يعني اقل من المدير شوية تعامل بطريقة مش كويسة. لا، عامل الناس بطريقة كويسة، خلي عندك مبدأ المساواة. تمام. ده الغرض من الكلام. تمام. المانجر المدير لازم يكون عنده حاجتين، الفير العدل والكايند يكون لطيف والتعامل مع الناس. تمام. هنا يبقى الايكويتي هنا بيوقف نو بيس، نو تحيز، بيس يعني تحيز، ماشي على مبدأ عدم التحيز، ماشي على مبدأ عدم ايه التحيز، نو بيس. طيب رقم 12 stability of tenure. يعني ايه tenure of personnel؟ يعني انا هنا بحافظ على الناس القديمة اللي عندي، بحافظ stability of tenure اللي هو الناس القديمة، الناس اللي بقالها كتير في المستشفى، بقالها 15 سنة، بقالها 20 سنة، بقالها 5 سنين، دي ناس قديمة في المستشفى. تمام. احاول انا احافظ عليها. ليه؟ لان الناس دي ويل ترينيد، ويل ترينيد، الناس دي اتعلمت حلو وتعاملت كتير وعرفت بوليس بتاع المستشفى وعرفت السياسة بتاعت المستشفى، والناس دي متعلمة كويس، فلازم احافظ عليهم عشان يبقى فيه success of work، انجح الشغل بتاعي. المانجر يجب عليهم ان هم يعملوا شغلهم ان يبقى يمنعوا التيرن اوفر بتاع البيرسونيل. لو يعني ايه تيرن اوفر؟ ان هم الناس يسيب الشغل وتمشي. طب من خلال ايه؟ من خلال ان يديهم معاش كويس، شخص ده لو تعب اسبوع مثلا يصرف يدفعوا له مرتب اجازه، اللي هو يدفعوا له مرتب من غير ما يشتغل عشان هو تعبان. هو الشخص ده مديهم جهد وقاعد معاهم بقاله 20 سنه في المكان، مش اول ما يتعب هيسيبوه يرموه، لا يقفوا جنبه عشان لما يخف وكده يرجع لهم تاني. خلاص. اسمها stability of tenure، حفاظ على الناس القديمة الموجودة في المكان. يبقى experienced يعني الحفاظ على ال well trained employee. طيب initiative اللي هي المبادرة من خلال ان انا احفز الناس انها تبادر، ان هي تطلع افكار وتطلع خطط وتطلع القدرات بتاعتها. طبعا الحاجات دي انت لو عملتها هتبقى effective manager. تمام. ليه؟ لانك انت
يعني زي ما بيقولوا كده هتبقى هتزود السورس سبيسيفيكيشن فور ذا سبورتنيشن، هتخليهم مبسوطين. تخيل انت مديرك عمال كل شويه يقول لك قول رايك قول افكارك وياخد رايك ده ويعمله، انت كده بقيت مبسوط، المدير بتاعي بياخد رايي وكده، وكمان ايه يخلينا بادر في ابادر وكده، فانا لا انا مبسوط في الشغل بتاعي ومكمل خلاص. فتقول دي مستشفيتنا. ليه مستشفيات؟ المستشفى اللي انا شغال فيها مستشفى بتاعتي اللي شغال فيها، المستشفى بتاعتك مستشفى بتاعتك ولا حاجه، لكن انت حسيت كده ان هو بيقول لك المدير بتاعك بيحفزك انك تبادر وتطلع افكارك وتطلع القدر بتاعك وتطلع قدراتك، فانت ايه بقى عندك سبيسيفيكيشن تمام، بقيت مبسوط في الشغل وكده تمام، فانت هتكمل في الشغل ده تمام. فكده سبريت دي كوربس، يعني سبريت دي كوربس ده كلمه كده فرنسيه تمام، معناها روح الفريق، تيم سبريت. يعني ايه تيم؟ كلمه تيم يعني فريق، تي يعني توجذر، اي ايفري ون، اي اتشيف، ام مور، يبقى توجذر ايفري ون اتشيف مور، يعني روح الفريق تمام. وكده يكون خلصنا ال 14 برينسيبل بتاعه المانجمنت. طب احنا كده خلصنا الجزء الصعب اللي في المحاضرة، الجزء اللي جاي ده كله سهل، سهل جدا كمان. انا هرجع طبعا لاول المحاضرة، احنا قلنا هنرجع لاول المحاضرة صفحة رقم 3. طب عشان اعرفك واقول لك انواع المنظمات الصحية لازم تعرف يعني ايه مستشفى، ايه هي المستشفى، فهرجع لصفحة رقم 7. المستشفى هي ايه؟ قال لك بصراحة كده زمان في الماضي كانت المستشفى دي عبارة عن مكان كده يعالج الناس المريضة بس، دلوقتي لا، دلوقتي الموضوع اختلف، المستشفى دي بقيت تقدم خدمات للمريض وللناس الكويسه. تقول لي يعني ايه للمريض والناس الكويسه؟ اقول لك مثلا زي العياده الموجوده في المستشفى دي، مثلا ست حامل بتروح تعمل ايه؟ تعمل متابعه تمام، شخص يروح يعمل فولو اب، مثلا التست بتاع اللي هو البريست كانسر، في ناس بتروح تعمل فولو اب دلوقتي وحاجات زي كده، يبقى دي شخص سليم لكن راح يعمل ايه؟ يعمل بريفنتيشن للتزيز ده، يحاول ان هو يمنع ان المرض ده يجيله تمام، يعمل وقايه منه. يبقى هو المستشفى بقت للانسان المريض والانسان الكويس، عشان دي ان انا ازود الهاي، اعمل هاي حقق هاي ستاندرد اوف بيشنت كير اند كوميونيتي هيلث. طيب ايه هي وظيفه المستشفى؟ زي ما احنا قلنا وظيفه علاجيه، ودي الوظيفه الاساسيه بتاعتها هي البرايمري فانكشن، كله سكندري فانكشن ما عدا الكير، ده الكريتيف فانكشن هي العلاج تمام. المستشفى دي بتركز على علاج المريض تمام، من خلال بعالج المريض ده من خلال الهيلث تيم ممبر زي الدكتور والممرض، الطبيب والممرض والطبيب اللي هو اسنان والكلام ده كله تمام. وكمان بدي للبيشنت بتاعي بديله هيلث اديوكيشن، يعني بعالجه بديله هيلث اديوكيشن. طيب وظيفه ثانيه هي ليها ثلاث وظائف ثانيين كلهم سكندري فانكشن، كلهم سكندري فانكشن. يبقى الوظيفه الاولى هي ايه؟ الكير. الوظيفه الثانيه ثلاثه دول، اول حاجه تريننج، تريننج واديوكيشنال سورس كورس لمين؟ التمريض والاطباء والاطباء الاسنان والكلام ده كله تمام. بريفنت بريفنت فانكشن زي ما احنا قلنا، زي مثلا زي دي السكندري فانكشن بتاعت المستشفى تمام. ليه بتعمل ليه؟ بعمل وقايه عشان اعزز الصحه، اعمل هيلث بروموشن تمام، من خلال مثلا بعمل وقايه من خلال الفاكسين، من خلال الطب الوقائي الموجود في المستشفى، من خلال تتبع الامراض، تتبع الامراض الطب الوقائي ده بيعمل تتبع للامراض. واحده زي ما احنا قلنا بريفنت فانكشن زي ما قلنا زي الفولو اب، او واحده مثلا زي تعمل فولو اب زي ست الحامل تتابع في المستشفى. اخر حاجه هي برده سكندري فانكشن هي الريسيرش فانكشن، كابحاث بقى، والابحاث دي وظيفتها برده تعمل امبروفمنت اوف هيلث او بريفنتيشن للايه؟ للديزيز تمام. خلاص خلصنا ايه هي المستشفى وايه هي الغار بتاع المستشفى. هنصنف بقى الهيلث كير ايجنتس، هنصنفها تبقى لايه؟ قال لك هنصنفها اول حاجه تبقى لطول المده اللي يقعد فيها المريض في المستشفى، او هصنفها تبقى لنوع الخدمه اللي هتقدمها المستشفى ديت، او هصنفها تبقى للمالك بتاعها. خلاص اول حاجه لو صنفتها تبقى
طول المده. طول المده بقى هصنفها تلات حاجات، يا اما شورت ستي، يا اما تراديشنال اكيوت ستي او اكيوت كير، تمام، يا اما لونج تيرم كير. اول حاجه اللي هو شورت ستي فاسيليتيز، اللي هي مستشفيات اليوم الواحد. ايه مستشفيات اليوم الواحد دي؟ البيشنت بيكون معاه اكيوت كونديشن، يقعد في المستشفى دي اقل من 24 ساعه، اقل من 24 ساعه، تمام، بسميها شورت ستي، بسميها شورت ستي، تمام. يا اما تراديشنال اكيوت كير، يعني البيشنت بيقعد معايا من 24 ساعه لحد 30 يوم، زائدين المستشفيات بتاعتنا اللي هي المستشفيات العاديه، تمام، مستشفى خاصه، اي مستشفى البيشنت بيقعد فيها من 24 ساعه ل 30 يوم، دي اسمها اللي هي زي العنايه مثلا، اسمها تراديشنال اكيوت كير، تراديشنال اكيوت كير. طب اللونج تيرم كير زي المستشفيات اللي هي بتعمل ريهابليتيشن للبيشنت، ميجر ريهابليتيشن، زي مثلا عنده كرونيك ديزيز، عنده فانكشن لوس، عنده مينتال انس، بدي ان انا اعمله رهاب. اهم مثال للمستشفيات ديت هي مستشفى المعموره، معموره النفسي اللي هي بتاعت السايكو، تمام. دي بتبقى البيشنت بيقعد فيها من شهر لسنين، من شهر لسنين، سنين طويله، ممكن يقعد معاها فيها 20 سنه، تمام، عنده مشكله مينتال، تمام. تاني تصنيف طبقا للسيرفيس اللي بتقدمها، طبقا للخدمات اللي بتقدمها، في مثلا مستشفى يقول لك دي جنرال هوسبيتال، فيها كل مستشفى عامه، فيها كل الخدمات، كل الاقسام، يعني فيها سيرجيكال، فيها ميديكال، فيها نساء، فيها طوارئ، فيها حضانه، فيها عمليات، فيها تمام، ليها معامل. بالتالي انا اقدر اقول المستشفى دي مستشفى جنرال، مستشفى عامه. طب في مستشفيات خاصه سبيشالايزد هوسبيتال بتقدم حاجه خاصه، حاجه خاصه بالاطفال، حاجه خاصه بالنساء، حاجه خاصه بالسايكاتريك هوسبيتال، دي اسمها مستشفيات خاصه بتقدم خدمه خاصه، تمام، يعني خاصه بالنساء، خاصه بالاطفال، مش مستشفيات خاصه في الفلوس كفلوس يعني، لا، مستشفى خاصه بالخدمه اللي بتقدمها، تمام. سبيشالي هوسبيتال بتكون ليس كومن عن الجنرال، اقل شيوعا او اقل انتشارا من الجنرال، تمام. بعد كده في اللي هي التيرشري كير هوسبيتال. ايه التيرشري دي؟ التيرشري دي العيان فيها بيقعد فيها لسنين. ليه بيقعد فيها لسنين؟ عشان بيتعمل له ريهابليتيشن، بيتعمل له ريهابليتيشن، تمام. زي مثلا زي عيان البيرن، ممكن يقعد في المستشفى دي لمده سنين، تمام. زي مثلا العيان اللي عمل بون مارو ترانسبلانت، بيقعد في سنتر او بيقعد في مستشفى مركز يعني او مستشفى بيحصل له تاهيل لانه عمل له بون مارو ترانسبلانت. العيان اللي حصل له كدني ترانسبلانت، الكلام ده كله لازم يقعد في المستشفى لمده طويله، فالخدمه دي اسمها تيرشري كير هوسبيتال. السب اكيوت كير او ترانزيشن كير اللي هو الرعايه شبه حاده، دي بتبقى في الغالب بتحصل، هي يعني وحده، دي في الوحدات اللي موجوده اللي بتقدم خدمات طبيه، يا اما جوه المستشفى، يا دوبك العيان يخش، اسمها سب اكيوت يعني دوبك انتقاليه بس، تمام. ان هوم سيرفيس يعني يعني مثلا مجموعة شباب تمريض فتحوا مكتب والناس تتصل بيهم، اللي عايز ياخد حقنة، اللي عايز ياخد يعلق محلول، دي اسمها هوم سيرفيس، تمام. دي بتبقى شورت تيرم، ان هم يتابعوا الحالة، يعملوها مونيتور بعد الهوسبيتاليزيشن مثلا، واحد طلع من العناية طلع عايز يتابع في البيت، فيروح مجموعة الشباب دول او مكتب التمريض ده يبعت التمريض يتابع الحالة، طبعا يكون تمريض، مش تمريض بس، تمريض ودكتور الكلام ده كله، تمام. ويعملوا كمان تيتشنج، يا اما يبقى شورت تيرم يا اما لونج تيرم، يعملوا تيتشنج للفاميلي وكده يعني، تمام. امبيولاتوري كير دي مهمه جدا، هي والترشري، الترشري دي مهمه جدا، هي والامبيولاتوري، تمام. الامبيولاتوري كير دي العياده الشامله، ايه العياده الشامله دي؟ البيشنت بيخش يتشخص، تمام، وياخد علاجه ويروح، بيتحجز مش بيتحجز، يبقى في الامبيولاتوري كير المريض بيتشخص وياخد علاجه بس مش بيتحجز، خدمه متكامله لكن نوت هوسبيتاليزيشن، زي مين؟ زي الاوت بيشنت او الدياليزيس، تمام. تمام. الكلاسيفيكيشن بقى التالت هو طبقا للاونر شيب،
زي مستشفيات الحكومه، مستشفى الحكومه مين الملك ليها مثلا؟ يا اما وزاره الصحه Ministry of Health، يا اما يونيفرستي، يا اما جامعه يعني، يا اما مستشفى عسكري، يا اما مستشفى تامين صحي، يا اما هيلث كير اورجانيزيشن ان هم المنظمه الرعايه الصحيه، يا اما مستشفى اللي مالجها حاجه غير حكوميه، يا اما هدفها الربح، يا اما مستشفى خاصه لكن هدفها مستشفى خيري غير الربح. ازاي؟ فور بروفيت ايجنتس. يعني ايه مستشفى مش حكوميه؟ مستشفى خاصه. هو مين بنسميها برايفت، مستشفى برايفت، تمام؟ مين الملك ليها؟ ملك بيها شخص او مجموعه او شويه دكاتره واتجمعوا عملوا مستشفى، اسمها ايه؟ اسمها مستشفى خاصه، حسبها الربح. طب مستشفى نون بروفيت، نون فور بروفيت، يعني مستشفى مش حكوميه، تمام، لكن غير مستشفى خيري، تمام، غير هدفها غير الربح، تمام. تمام، دي نون بروفيت جروب، يعني ناس مش هدفها ان هي ايه تربح، ناس هدفها ان هي تقدم خدمه، لكن ايه زي مستشفى 57 مستشفى مجدي يعقوب، الكلام ده كله مستشفى خاصه مش تبع الحكومه، ولكن مستشفى هدفها ايه خيري. تمام كده، نكون خلصنا اول محاضره، ان شاء الله هنكمل مع بعض محاضره البلانينج.